بينا عم بيومي حصري مع شوبير. بصوا بقى السوبر اللي جاي ده في كلام وكلام وكلام، في كلام عندي بيقول انه مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي بيفكر في تطبيق سياسه التدوير في مشاركه الاهلي في السوبر المحلي بالامارات عشان يعني ما يتعارضش مع القوام الاساسي للفريق، وعايز يحقق البطوله لانه هو عنده ارتباط بعد كده بمباراه هامه جدا امام العين، عايز ان شاء الله المباراه الاولى امام سيراميكا ربنا وفقنا ونكسب، ثم المباراه الثانيه امام الفائز من الزمالك وبيراميدز. في عدد من لعيبه النادي الاهلي، عندك الشناوي وعندك رامي ربيعه وعندك مروان عطيه وعندك وسام ابو علي، كلهم كانوا في المنتخبات خلال الفتره اللي فاتت، وراجل بيحرص على حمايتهم من الاجهاد، وعشان كده كولر بيجهز الجميع دون استثناء، عنده امل في ان شاء الله انه اللعيبه كلها تكون في فورمه عاليه، المهم في النهايه ان شاء الله التوفيق. اللي تابع النهارده التجربه اللي عملها النادي الاهلي وتجربه بين الفرقه ومع بعضها، يعني انا قلت لك هم ثلاثه شباب اللي كانوا موجودين، لكن البعض بيقول ان كولر بدا يطبق خطط لعب جديده، طرق لعب جديده موجوده هو شايفها بدا النهارده يحطها في التقسيم، عشان كده هو مباراه حرس الحدود ما زعهاش خالص ورفض حتى ان احنا نصورها في قناه النادي الاهلي، النهارده رفض تماما حتى ان احنا نصور الجزء الاولاني من التقسيمه، قال لا تمام ان احنا نحترم هذه الرغبه، وبالتالي يبدو انه بيغير في طريقه اللعب، هنشوف ايه اللي هيحصل. يلا يلا شد حيلكم يا رجاله، ودي عندنا الفرقه الكبيره وان شاء الله البركه في الشباب.